كان إسحاق بن إبراهيم عليهما السلام الولد الثاني لإبراهيم الخليل، ولد بعد أخيه إسماعيل 14 عاما، وكان إبراهيم الخليل بعمر 100 عام، وأم إسحاق سارة كانت في 90 من عمرها. تزوج إسحاق ولم يرزق بالأولاد، كانت زوجته عاقر. كان زواج إسحاق في حياة أبيه بعمر 40، تزوج من رفقة بنت ثبوائيل بنت ناحور بنت آزر. لجأ إسحاق لله تعالى طامعا في لطفه ورحمته بعباده، حتى فلما بشرت الملائكة إبراهيم عليه السلام بابنه إسحاق عليه السلام، وسمعت سارة تلك البشرى لزوجها، فضحكت لشيخوخة زوجها ولكونها عاقر وطاعنة في السن، فردت الملائكة على استغرابها وضحكها، وذكروها بقدرة الله وأمره الذي إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال تعالى: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. وقال تعالى: وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. خلق السماوات والأرض بالحق، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وسخر الشمس والقمر، كل يجري لأجل مسمى، ألا هو العزيز الغفار. أه بإسحاق نبيا من الصالحين. كان إسحاق من أثرياء زمانه، وكلما تقدم بالعمر زادت أمواله. في أواخر أيامه كان يعقوب عليه السلام متوكلا على الله وحده في قضاء حوائجه وتفريج كروبه، ووصى أبناءه قبل وفاته بعدم اليأس من روح الله، كما وصاهم بثباتهم على دين الله وتمسكهم به. كانت في قصة إسحاق معجزة من الله تعالى، وهذا يجعلنا نتمسك بالأمل وعدم اليأس من روح الله عز وجل. الله هو الذي يرزق من يشاء في الوقت الذي يشاء، فمن الدعاء وبعدها التسليم لأمر الله تعالى. قالت: كان يعقوب بعيدا عن أهله في تلك السنوات، مكتفيا بزوجاته وأولاده، وخشية ما نوى أخوه العيس على فعله، ترك أباه وأمه وبلده ورحل، وبقي في حران 20 سنة يستكمل فيها الدعوة إلى الله، إلى أن أوحى الله تعالى له بالعودة إلى قومه، وأن الله تعالى سيكون معه. سار يعقوب بأهله قاصدا جبال ساعير، والتي هي الاسم القديم والمأخوذ من التوراة، لمنطقة جبلية تمتد بين البحر الميت وخليج العقبة في المنطقة الشمالية الغربية من آدوم وجنوب شرق مملكة يهوذا. أما مملكة يهوذا فهي الاسم العبري التاريخي للمنطقة الجبلية في جنوب فلسطين، وهو الاسم المذكور في الكتاب المقدس. سار يعقوب مصطحبا أهله حتى وصل فلسطين وبنى بيت المقدس بأمر من الله، والمسجد الأقصى هو ثاني مسجد وضع على الأرض. في بناء بيت المقدس اختلاف، وتعددت فيه الأقاويل، منهم من قال أول من قام ببناء المسجد الأقصى هو سيدنا آدم عليه السلام، وقيل سام بن نوح، وقيل يعقوب بن إسحاق عليهما السلام. ومن المحتمل أن الملائكة هي من قامت ببنائه، ثم كان تجديد المسجد من قبل آدم ثم سام، ثم أعطى الله إبراهيم وسارة حتى رضيا، فرزقا بدلا من الولد 2، وأكرمهم بالنبوة. وفي قصة يعقوب هبة وكرم من الله تعالى، فكانت استجابة دعوة إسحاق لابنه بكثرة الولد والرزق، فأكرمه الله بذرية كثيرة، وأنعم على زوجته راحيل من بعد سنوات من الحزن لعدم إنجابها، فأكرمها بيوسف جميل الخلق وحسن الخلق. توفيت راحيل بعد ولادة بنيامين، ودفنها يعقوب عليه السلام في بيت لحم، وعاد يعقوب أخيرا إلى دياره. أما أخوه العيس فلم يفعل له شيئا، فاستقبله واحتضنه، وأقام مع والده إسحاق في أرض كنعان في قرية تسمى حبرون، والمسمات اليوم بمدينة الخليل، وهي التي كان يسكن بها إبراهيم الخليل عليه السلام. وأرض كنعان المقصود بها فلسطين اليوم. مرض إسحاق عليه السلام مرضا شديدا، ثم توفي وعمره 180 عاما، وقيل 160، واختلف المؤرخون في ذلك. قام ولداه العيس ويعقوب بدفنه مع أبيه إبراهيم الخليل عليهما السلام. بقي يعقوب في أرض كنعان حتى صار عمره 130 عاما، ثم أقام بمصر 17 سنة عند ابنه يوسف عليه السلام، ثم توفي عليه السلام، وكان قد أوصى بدفنه مع أبيه إسحاق وجده إبراهيم الخليل. حمله يوسف إلى بلاد الشام ودفنه بقرية حبرون، حيث دفن أبوه وجده كما أوصى. قال تعالى في سورة الصافات:
وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. كان إسحاق من أثرياء زمانه، وكلما تقدم بالعمر زادت أمواله. في أواخر أيامه ضعف بصره ويقال أنه فقده. تمر الأيام ويكبر العيس ويعقوب ويزداد إسحاق سنا. كان إسحاق عليه السلام يفضل العيس على يعقوب ويحبه كثيرا. وذات يوم طلب نبي الله إسحاق من ابنه العيس صيدا ليأكل منه، فكان العيس ماهرا بالصيد. خرج لتنفيذ طلب أبيه، ولما علمت رفقة بذلك دعت يعقوب وأمرته أن يذبح جديين ويقدمهما طعاما لأبيه ليسبق بذلك العيس ولينال رضاه ويدعو له إسحاق بالبركة والرزق. ولأن إسحاق كان يعاني من ضعف البصر، فاعتقد أن العيس هو من قدم له الطعام. وكلما أكل إسحاق دعا ليعقوب أن يكون ذا شأن وكلمة، وأن يكثر رزقه وولده. ومن ثم أتى العيس وقدم الطعام الذي أمره به والده، فتعجب إسحاق وقال له: ألم تأتني به من قبل ودعوت لك؟ وعندها علم العيس أن أخاه يعقوب قد سبقه ونال رضا أبيه قبله. ويقال والله أعلم أن العيس توعد يعقوب بالقتل حين شعر بالغيرة منه. وعندما علمت رفقة بنية ولدها تجاه أخاه يعقوب، أمرت يعقوب لأن يذهب لخاله لابان المقيم بأرض حران تفاديا لغضب أخيه، وعندها يمكنه الزواج من إحدى ابنتيه. وحران أو حاران مدينة قديمة في بلاد ما بين النهرين، تقع حاليا جنوب شرق تركيا. سافر يعقوب استجابة لطلب أمه، فوصل لأرض حران عند خاله، وكان له ابنتين، الكبرى اسمها ليا، أما الصغرى وهي الأجمل فكانت راحيل. طلب يعقوب الزواج من راحيل ابنة خاله، لكن خاله اشترط عليه أن يرعى غنمه 7 سنوات مقابل زواجه من ابنته. تمر السنين وتوشك المدة على الانتهاء، وأخيرا سينال مراده، لكن خاله فاجأه بتزويجه من ليا بدلا من راحيل، وأخبره أنه لن يزوج الأخت الصغرى قبل أختها الأكبر سنا. وطلب منه شرطا آخر، بأن يرعى الغنم 7 سنوات أخرى إن أراد الزواج براحيل. تمضي سنين ويتزوج من راحيل بعد طول انتظار، وكل تلك السنوات ويعقوب بعيد عن أهله بسبب نية أخيه العيس. وفي ذلك الوقت كان شائعا أن يتم الجمع بين الأختين، إلا أن ذلك حرم في الإسلام فيما بعد. وهب لابان لابنته الكبرى جارية تسمى زلفة، أما الصغرى فأهداها جارية اسمها بلها. رزق يعقوب بأربعة أولاد من زوجته ليا، لكن راحيل كانت عاقر ولم تنجب ليعقوب، فأهدته جاريتها بلها ورزق منها بولدين. ثم وهبت ليا ليعقوب جاريتها زلفة فولدت له غلامين، ثم أنجبت ليا غلامين وبنتا، فأصبح لديها 7 أبناء من يعقوب. أحست راحيل بالعجز والحزن الشديد وشعرت بالغيرة من أختها، وهي فطرة إنسانية لا رغبة في الضرر، لكن لتمني أن تصبح أمة وأن يرزقها الله بولد من يعقوب عليه السلام. كانت ترجو من الله أن يمن عليها بكرمه ولطفه، فطلبت من الله تعالى أن يرزقها الولد، واستجاب الله لدعائها وحملت من يعقوب، فرزقها الله بيوسف عليه السلام في شدة الجمال والحسن، وأكرمها بنبوته فيما بعد. لما روى أبو ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. وأينما أدركتك الصلاة فصلي، فهو ما قال تعالى في سورة يوسف: ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. قال تعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. قال تعالى في وصف يوسف عليه السلام: ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم. وكان من أشهر دعاء يعقوب عليه السلام قوله تعالى: قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون.
قوله تعالى: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والفرج هو أي منفذ أو مخرج لأي شيء. وقد وصفه كعب الأحبار فقال: كان يوسف حسن الوجه، جعد الشعر، واسع العينين، مستوي الخلق، أبيض اللون، عريض الساقين والساعدين والعضدين، خميس البطن، صغير السرة، يخرج النور من ضواحكه إذا ابتسم ومن فمه إذا تكلم، فلا يستطيع أحد وصفه، يشبه حسنه ضوء النهار في الليل. ووصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكرم، فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم، يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام. الكرم هنا ليس المراد بالسخاء، وإنما طيب النفس وترفعها عن السفاسف ودنايا الأمور. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. فلا أبالي، يكن بك علي غضب فلا أبالي، لكن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. قال من الصالحين. كان إسحاق من أثرياء زمانه. كان يعقوب نبيا ابن نبي ابن نبي، وسيكمل ابنه يوسف الرسالة من بعده في الدعوة إلى الله. يوسف بن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام. وسنستفيض بإذن الله تعالى في قصته